لسه مكملين كلام عن الطقس، ويمكن زي ما كانت زميلتنا دينا بتتكلم وضيفها الكريم دكتور محمود القياتي، في موجة شديدة الحرارة بتشهدها المحافظات، وهتكون ذروتها النهاردة وبكرة، وده نتيجة امتداد المنخفض القادم من الهند. ومركز المناخ أعلن عن مظاهر زراعية متوقعة بسبب الحرارة الشديدة، بجانب نصائح متعددة يجب طبعا اتباعها. طبعا احنا بقالنا فتره بنسمع موضوع الظواهر دي اللي هي منخفض الهند الموسمي ومرتفع وحاجات كتير قوي، بس مما لا شك فيه ان لها تاثير كبير جدا على النباتات والمحاصيل الزراعيه. معانا على التليفون دكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا استاذ شادي. اهلا وسهلا. صباح الخير يا استاذ بسنت. اهلا وسهلا بحضراتكم. يا اهلا بيك يا فندم. ايه هي الاعراض والتاثير السلبي لارتفاع درجات الحراره على المحاصيل الزراعيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نعرف بس ان النهارده 4 ابيب، يعني دايما المزارع بيربط الاوضاع بما فيها المناخ وتاثيره على الزراعات من قديم الزمن، ودي برضو من ضمن الحاجات العجيبه اللي ان المصري القديم المزارع قدر يوصف حاله المناخ ويربطها فعليا بحاله الزراعات. ف 4 ابيب، شهر ابيب هو اكبر واقوى شهور العام في الحراره، حتى اداله بعض الامثله، قال ان ابيب ابو اللهليب او ابيب طياب. مش كان بقونا برضه يا دكتور؟ نعم، مش كان شهر بقونا هو اللي درجه الحراره بتاعته اكتر؟ لا بقونا هو ابو الحراره الملعونه. ما هو طيب. بقونا وابيب الاثنين اخوات، ولكن ابيب باكتر في ايه برضه عشان الناس تكون واخده بالها؟ ابيب اكتر في حاجه اخطر شويه من بقونا. ابيب بيبدا 8/7 وينتهي 7/8 7 اغسطس، ودي يعتبر اقصى فتره في السنه في الحراره، لان هنا في كمان طاقه حراريه مصاحبه للحراره، لان اشعه الشمس الان عموديه على مدار السرطان، مدار السرطان ده تحت اسوان مباشره في السودان، وبالتالي الاشعه قصيره قويه درجه حرارتها اعلى، ده غير درجه الحراره المعلنه اللي هي 40 و42 والكلام ده، لا ده في اشعه شمسيه كمان، وبالتالي هنا بقى في مشكله كبيره. لما يحصل امتداد، لما الناس تسمع ان في امتداد لمنخفض الهند الموسمي وهو منخفض صانع صيف مصر من قديم الزمن، ولكن احيانا بيمتد شويه فيقوم يزود درجه الحراره شويه، هنا بقى في خطوره. الخطوره مش على النباتات وعلى المزروعات فقط عشان يبقى الناس واخده بالها، حتى الخطوره على المواطنين العاديين سواء كانوا مزارعين عمال، اي من يحتك بالشمس هنا في خطوره، يجب في احتياطات مهمه، وده للسلامه الشخصيه قبل ما نتكلم على الزراعه. ايه بقى التحذيرات والنصائح والاحتياطات يعني المزارعين ياخدوا بالهم من الابيب؟ عدم الاحتكاك باشعه الشمس بطريقه مباشره قدر الامكان، قدر، وخاصه النهارده الجمعه هو اجازه والسبت اجازه، في الفتره من الساعه 11 صباحا للساعه 3 الا باحتياطات، واحتياطات صارمه، اللبس الفضفاض الفاتح، الكمام الطويله، غطاء الراس، شرب الميه، ازازه الميه ما تفرقش ايد اللي نازل ايد اللي واقف، يعني الموضوع مش صعب ولا حاجه تماما. يعني هل فعلا الملابس لما تبقى غامقه فعلا بتمتص الشمس اكتر، فده بيأثر جداً على الانسان؟ يعني ده بجد جدا بتعمل ما يسمى بشبه اجهاد حراري، او احيانا اجهاد حراري كامل، والاجهاد الحراري مش لازم للناس يحصل لها ضربه شمس او يحصل لها مشكله، لا، الاجهاد الحراري تراكمي للاسف، يوم مره وبعد مره بعد مره يبتدي يحصل مشاكل، غير مشاكل الجلد. مشاكل الجلد دي مشاكل مهمه، عشان كده بنقول النصيحه دي لاهالينا المزارعين والغير المزارعين. دي نقطه مهمه جدا، وكمان عاده ان انا اكثر التراكم، يعني ما اقعدش ساعه كامله في وش الشمس، انقل كل شويه واقعد في الظل، اشرب سوائل وهكذا، ده اللي بيحتم عليه عمله ان يتبقى في هذا الجو. اما طبعا اللي مش ضروري يكون موجود في الجو ده، مش ضروري خالص، يعني مش ضروري خالص يكون موجود في الجو ده. بنتكلم على النهارده وبكره، لان فعليا درجه الحراره عاليه، فعليا الطاقه الحراريه اعلى، فعليا كمان الرطوبه عاليه كمان، يعني هتحسس كمان بحراره زياده درجتين او ثلاثه غير المعلن، انا بتكلم في الظل. فدي نصيحه مهمه جدا لاهالينا يخلوا بالهم منها. هل في توقيت معين يقدروا يخرجوا فيه؟ يعني مثلا بعد الساعه 4 الجو هيبقى احسن شويه؟ بعد الساعه 5، لان النهارده بكره هيلاحظوا حاجه، هيلاحظوا ان في صهد، اللي انا بقول عليه بقى اللي هو الطاقه الحراريه عاليه، يعني مش يعني حتى الحراره لما تغيب، لما الشمس تغيب على الساعه 6:30 او 7، هيلاقوا ان في صهد برضه، صهد ده يعني يحسوا ان الهواء سخن قوي. فما يستغربوش بالمناسبه، والناس احيانا بيتكلموا كتير هو ايه اللي حصل في مناخ مصر، وحصل مثلا مناخ مصر ده من ايام اجدادنا، لما قالوا زي ما قلت من شويه ان بقونا يخلي الميه تغلي في المعونه، بقونا اللي هو شهر 6 وابيب اللي لسه قايلين دلوقتي طياب الزبيب، حط العنب في الشمس هيطيب لوحده كانه في فرن. نرجع بسرعه بس معلش لاهالينا المزارعين، لان في بعض النصائح المهمه جدا، وربنا طبعا يحفظهم ويحفظ ارزاقهم يا رب. وكمان انا بشكر حضراتكم جدا، ان دي مسؤوليه مجتمعيه محترمه
انها أكيد. توصل يعني كانكم بالظبط بتاع ارشاد محترم اكيد طبعا صباح الخير يا مصر. فطبعا اول حاجه تقريب فترات الري دي مهمه جدا لكل الزراعات وخاصه اللي لسه مشتوله جديد، الطماطم الفلفل الخضار الفاكهه احيانا ده موسم الشكل الجديد الزراعه الجديده دي نباتات صغيره مش هتتحمل نقص الميه وبالتالي هتموت، يبقى انا ببذل جهد وتكلفه على الفاضي. فهنا تقريب فترات الري احيانا في الطماطم ممكن اروع على مرتين لو بالتنقيط مره صباحا ومره مساء، مهم جدا اضيف بعض المركبات زي البولفيك ونطريات المغنيسيوم. الثمار المانجو والثمار الرمان بالتحديد الاثنين هيتعرضوا لما يسمى بلسعات الشمس. الثمار الموجهه ناحيه الابل ناحيه الشمس لازم انا ارش بروشات المونيوم، ارش بالجير المخفف، ارش بسيليكات البوتاسيوم، يوم يعمل حمايه للثمار قدر الامكان. ان شاء الله هيبقى بشره كويسه اللي فيه انكسار واضح بدايه من يوم الاحد، هنرجع ثاني 37 في القاهره. وطبعا الصعيد للاسف عنده تاثير منخفض الهند الموسمي ومنخفض السودان الموسمي، فدايما هناك الحراره عاليه. عشان كده هتلاقي حاجه بس مهمه ان اهالينا في الصعيد ملتزمين جدا بموضوع اللبس، لبس ابيض فضفاض كمام طويله لوحديهم غطاء راس الشد ده، الناس هناك على الفطره. لازم بقى اهل القاهره وبحري يعودوا نفسهم على كده، لان ده برضه مع تغير المناخ بدا يبقى فيه ارتفاع واضح في الحراره، فالناس تلتزم قدر الامكان وان شاء الله الدنيا تعدي على خير وربنا يحفظ يا رب. يا دكتور محمد، دكتور محمد احنا بقالنا فتره في ارتفاع درجات الحراره مش السنه دي بس وبقالنا كام سنه، وزاره الزراعه ازاي بتتعامل مع هذا الامر؟ وهنا عايزين نتكلم بشيء من التفصيل عن الخريطه الصنفيه بالنسبه لاغلبيه المحاصيل الزراعيه اللي بتزرع في هذا التوقيت، ازاي بنهتم بهذا الامر وازاي بيتم توزيع هذه الخريطه بشكل يتناسب مع كل محافظه؟ انا بشكر حضرتك على الطرح ده جدا يا استاذ شادي جدا كمان، لان طبعا طالما قلنا مناخ وتغير مناخ ودي اجواء برضو مش دي اجواء مستجده، الصيف يكون شديد الحراره، صيف مصر اسمه حار جاف كان بقى صيفه كده، دلوقتي بقى شديد الحراره بسبب تغير المناخ، كان حر جاف صيفا لو لا ما انا بقى من خلالك بقى هقول النصيحه دي، الصفحه اللي فيها بقى الوصف ده اللي هو حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء يا ريت الناس يقطعوها من كتاب الجغرافيا تتغير. وانا وده مش هزار، ده مش تتغير، ده في مفاهيم وممارسات كتير لازم تتغير على مستوى المواطن البسيط وعلى مستوى المؤسسات المسؤوله كمان. اول مؤسسه الزراعه، اي اجراء ضد التغير المناخ لازم يكون اجراء استباقي، يعني لازم يكون بدري معمول من فتره. فالحمد لله وزاره الزراعه بمراكزها البحثيه تنبهت لهذا الامر، فبدا يبقى في استنباط لاصناف متوافقه مناخيا قدر الامكان. محدش يقدر يقول ان كل موافقه 100%، مفيش دوله في العالم تقدر تتوافق مع المناخ 100% مع تغير المناخ خالص. متوافقه مع تغير المناخ يعني اصبحت قصيره العمر، الذره اللي كانت بتقعد 125 يوم و130 يوم مش معقول تقعد 130 يوم كلهم في الحر، فحصل استنباط اصناف مش بتقعد 100 يوم 95 يوم يحصل الحصاد، وبالتالي قدر الامكان بنقلل الفتره اللي تعرض فيها الذره بالذات في اخر بقوله وابيب اللي هو 7 واول متر، وبالتالي هنا بنحافظ قدر الامكان على الانتاجيه. النقطه الثانيه المهمه ان اصبح في هناك اصناف للخضر اسمها ذات عقد حراري، يعني انت زمان من حوالي 10 سنين و15 سنه بالمناسبه موضوع الطماطم المجنونه كان المقصود بيها ان تيجي فتره معينه لما الجو يبقى حر قوي نلقى الانتاج قل قوي فسعرها يزيد فسموها مجنونه، هي مش مجنونه هي عاقله، هي شايفه ان الجو حر مش هتقدر تتاقلم ما بتجيبش ثمار، فالناس كانوا بيسموها عكس طبيعتها. فده بالنسبه للطماطم وبالنسبه لاستنباط الاصناف. النقطه المهمه الثانيه ودي نقطه مهمه جدا، تحول من الري بالغمر الى الري بالتنقيط، بدا كثير من المزارعين يتبنوا هذا المفهوم في كمان البساتين بالتحديد الفاكهه. ليه؟ لان لو الجو حر وجا موجه زي كده وانا روي بالغمر من ثلاثه مش هقدر اروي ثاني، الارض هتطين مني زي ما بيقولوا الفلاحين، فلو ري بالتنقيط سهل جدا افتح ريه سريعه. فالري الحديث في يعني الأراضي. الري بالتنقيط يا فندم مهم للنبات في ظل ارتفاع درجات الحراره؟ جدا، ده هو احد خيارات التاقلم مع تغير المناخ. عشان كده الدوله من حوالي سنه سنتين فكرت انها تعمل زي مبادره او مشروع قومي كبير على مستوى كل الاراضي في القديمه، الاراضي الجديده كده كده بتتروي بالري الحديث بالتنقيط او بالرش، الاراضي القديمه بقى اللي بتتروي بالغمر قالت خلاص انا عاوز احدث الري على قد ما اقدر في مساحات كبيره، حتى بدات بالقصب وقالت مع الري مع الزراعه هنعمل هذا الشغل ولسه طبعا في بدايته. كمان البساتين اللي هي الفاكهه في الاراضي القديمه برضه ماليش دعوه بالاراضي الجديده، قالت نبدا بالاثنين دولت بحيث يبقوا حتى بروتوتايب او تجريبي
لا نعرف مشاكل الري الحديث في الدلتا ايه وفي الوادي ايه، فده نقطة مهمة اللي هو اسمه الاوبشن رقم 2 او الخيار رقم 2، ان انا اتحول الري الحديث. وخلي بالنا برضو الناس البسيطة اللي بتسمعنا حتى لو مش مزارع، الدولة المصرية دولة يعني بدأت تنتبه جيدا لموضوع تغير المناخ، ولما الناس قالوا ان في مؤتمر في شرم الشيخ يا جماعة في نوفمبر 22 وكان كلام كتير، معظم الناس ما كانتش منتبهة، كأن تغير المناخ ده مثلا بنتكلم على مع احترامي يعني بنتكلم على منتدى او مؤتمر للفضاء، انا بتكلم على حاجه بتمس حياه الناس. الرئيس السيسي في كل منتديات المناخ كان بيقول جمله مهمه جدا، ان تغير المناخ قضيه وجوديه، يعني قضيه ممكن تاثر على وجود الناس. شفنا عاصفه دانيال في ليبيا مسحت مدن كامله على حدود مصر ونزلتها البحر، عواصف كتير واعاصير كتير. فتغير المناخ مهمه، والاهم منه هو توطين ثقافه تغير المناخ زي حضراتكم ما بتعملوا دلوقتي في صباح الخير، وانا بشكرك جدا طبعا. طيب احنا دلوقتي داخلين على موسم المانجا، احكي لنا عن هل اتاثرت بشكل كبير كمان، هل محصول المانجا ممكن يتاثر في ظل طبعا ارتفاع درجات الحراره ولا ايه؟ احكي لنا اكتر. انا مش عارف انت حضرتك اخترت المانجا ليه، بس واضح يعني بحبها. كل المصريين بيحبوا المانجا. بالنسبه للمانجا خلي بالنا برضو الحمد لله نطمن الناس شويه، اني انا دلوقتي في موسم ما قبل النضج مباشره لمعظم الاصناف البلديه، الاصناف البلديه اللي احنا العويس والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي. وبالتالي طالما المانجا دخل في مرحله النضج موضوع الحر يمكن ما يعملهاش مشكله، لان كمان ما بتحتاجش ميه كتير كذا كذا، فدي ما فيهاش مشكله، وبالعكس هيعمل بقى حاجه ان هيبتدي يعمل نضج سريع. وبنصح اهالينا مزارعي المانجا ما تستعجلش لو سمحت. هم بيستعجلوا وممكن يقطف المانجا ويعملها نضج صناعي. لا، هو مع هذه الاجواء الصهد والحراره عاليه هيبتدي يحصل تسريع في النضج، وده بقى كمان هيعمل لك حركه ان هيكتر المعروض. يعني مش عايز اقول حاجه دلوقتي تزعل الناس، ما المعروض لما يكتر الاسعار بتقل شويه فالمستهلك هيفرح بس المنتج هيزعل. فعشان كده بلاش النضج الصناعي، سيبها تستوي براحتها. يعني انت تنصح دلوقتي الناس اللي بتشتري مانجا انه المانجا الموجوده دلوقتي دي مش مستويه؟ لا، مش هقول مش مستويه، ما زي الموز، ما الموز بيحصل نضج صناعي، بس يعني انا قصدي ان بعد فتره قليله من هذه الموجات هنلاحظ بقى ان بدا يبقى في نضج طبيعي، بيبان من الريحه، انت لما تمسكي المانجا وتشم الريحه تعرف ان ده نضج طبيعي تماما. الاصناف الاجنبيه، ودي بقى النقطه المهمه لاهلنا المزارعين بقى المره دي مش المستهلكين. الاصناف الاجنبيه المعروفه يعني طبعا نعومي والكيت والكنت والكلام ده كله، خلينا في العويس جدا عليها، مش احلى منها. شكرا ليك طبعا دكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، كل الشكر ليك.